عبر مختلف النقاط المؤدية للمدن يصطف هؤلاء الرعايا الأفارقة على الرصيف أحياناً ووسط الطرقات أحياناً أخرى، يمدون أيديهم نحو السيارات والمركبات المتوقفة في هذا الحاجز الأمني. الأطفال هم الورقة الرابحة لاستعطاف إنسانية الجزائريين. راه ملي الأجمنت كات هكذا وبلوس بلوس دي ساكونت هبل تحتها، راه كثر من تعباب علي هادو، والله كثر من تعباب علي. أنا ما كذبش عليك، ما يجيني ما والو، والله العظيم على خاطر علاش عندهم معاناة. كون ما عندهمش معاناة جاب لي ربي ما يجوش لهنا. والله غالب عليهم، غالب من بلادهم ولا فهمت كيفاش. ودوك هما يديروا محل هادو مخالق هادوما، على الاقل ديروا لهم كاش حاجه بلاصه ولا الاخر ولا بالاخوه بالقلب الطيب فيه كلش. حنا قلت لك نحملوا كاع الدول والدول كاع ما تحملناش، فهمنا حنا من باب ديننا، وان شاء الله الدوله تاعنا تشوف كش ما دير لهم حل هادو وتعاونهم. اقتربنا من بعضهم وسالناهم عن رفضهم للعمل واستبداله بالتسول. قيل لنا ان اوراق الهويه هي السبب، فيما زعم اخرون انهم لا يتقاضون اجرتهم اثناء العمل. Quand il y a des papiers, il ne peut pas partir travailler parce qu'il n'y a pas de papiers, il n'y a pas de passeport. Tous les gens qui demandent la charité comme ça sont papiers, il n'y a pas de papiers. يعتقدون أن التسول مهنة كغيره من المهن التي تمارس في الجزائر رغم معاقبة القانون عليها، غير أن الواقع قد يبين عن خطر بات يكبر وينتعش بتغذية من مفاهيم إنسانية خاطئة وتشجيع دائم ما لم يعالج الملف بصرامة.